في مساء جديد نلتقي معاكم مشاهدينا وحلقة جديدة من مسائي يسعدنا لقاءنا فيها معاكم عبر شاشة الراي. ونذكر مشاهدينا بأن برنامج مسائي من الثلاثة للخميس من الساعة 9:30 ل 11:30 مساء، طبعا عدا يوم الثلاثة اللي هو من 10:30 ل 11:30 مساء. طبعا اليوم مشاهدينا راح نلتقي معاكم عبر عدة محطات وضيوف متنوعين بموضوعاتهم مجالاتهم، راح تشوفونهم وأيضا تتعرفون عليهم معنا الحين. ضيوفنا اليوم الشيخ عذبي نايف جابر الأحمد الصباح رئيس اللجنة العليا لراليات والرئيس الفخري لرالي الكويت الدولي، ناصر خليفة بن العطية نائب رئيس الاتحاد الدولي للسيارات والنائب الأول لرئيس الاتحاد الدولي للدراجات، محمد كمال المنسق العام لفريق إكسبو للمعارض التراثية والحرفية، سعدون الرشيدي باحث في التراث الخليجي والكويتي، عباس العباس حرفي تشكيل معادن، وفقرة محكمة الأزواج مع المحامية نيفين معرفي. يحتفل الخباز بعيد الأم على طريقته المعتادة مثل كل عام بإطلاق مجموعة مميزة من الكيك بنكهات وتصاميم حصرية تليق بهالمناسبة المهمة، طبعا تقديرا لجميع الأمهات وعطائهن الغير محدود. وتمتاز هالمجموعة من الكيك بتصاميم الكيك الرائعة وتشكيلة متنوعة من النكهات المميزة، بالإضافة لاستخدام أفخر المواد الأولية ومجموعة منتقى من الورود الطبيعية. وطبعا حرصا من الخباز على أهمية هالمناسبة، فقد تم تصميم بطاقة خاصة تقدم مع كل كيكة، وراح تكون هالمجموعة متوفرة حتى آخر شهر مارس الجاري في جميع معارض الخباز بالكويت. نشوفها مع بعض. Mother's Day هو من المناسبات المميزة جداً، عشان هيك إلى اهتمام خاص عنا. عنا نعملها special concept، يعني مثل السنة عاملينها أسلوب خاص، كارد زائد ديزاين متكامل، صينية شوكولا، one layer two layers cakes. بنخاطب كل ست بيت، بنخاطب كل أم. هالمناسبة هي مناسبة سعيدة على كل بيت، وعشان هيك احنا بمستر بيكر نهتم فيها اهتمام خاص. ست الحبايب يا حبيبي، هي اغلى من روحي ودمي. ست الحبايب يا حبيبي، هي اغلى من روحي ودمي. يا حنينة وكل كتيبة، يا ربي خلي طبعاً مشاهدينا الله يحفظ لنا أمهاتنا وكل أم تتابعنا، عسى الله يطول بعمرك ويعطيك الصحة والعافية. أنت مو بس تستاهلين الكيك، لا تستاهلين واحد يعطيك ما يعيونه مثل ما يقولون. الله يحفظكم، والله إن شاء الله يخلي عيالكم بارين فيكم، والله يرحم كل أم يعني غادرت هالأرض، عسى يعني الله يقمد روحها الجنة ويصبر يعني عيالها ويعوضهم إن شاء الله يا رب. ويعني ما واحد ما يعرف شنو يقول حق يعني عن الأم.
الله يحفظ لنا أمهاتنا. طبعاً مشاهدينا، مبادرة للدعم جمعيات النفع العام لخلق حلقة تواصل ما بينها وبين القطاع الخاص من خلال ورشة شراكة لمجتمع أفضل، بمشاركة طبعاً كبرى الشركات الخاصة ضمن ملتقى المسؤولية الاجتماعية لجمعيات النفع العام بالكويت. شراكة لمجتمع أفضل، ورشة عمل حول استراتيجية المسؤولية الاجتماعية ضمن ملتقى ورشة عمل كيبكو للسمات الخيرية ضمن فعاليات المسؤولية الاجتماعية، والتي تستضيف أكثر من 60 جمعية نفع عام محلية بالشراكة مع أبرز شركات القطاع الخاص التي لها مساهمات فعالة في خدمة المجتمع الكويتي. أدركت شركة مشاريع الكويت القابضة حتمية دورها في المسؤولية الاجتماعية وتعزيز نشاطها في المجتمع، لذلك احنا حرصنا شديد الحرص ان احنا نقيم ملتقى المسؤولية الاجتماعية تحت مظلة شركة مشاريع الكويت وشركاتها التابعة، لإعطاء الفرصة لجمعيات النفع العام المحلية انها تشارك وتحاور عن قرب مع الشركات التجارية في الكويت. هو طبعا دعوتنا للشركات التجارية الأخرى انها تكون موجودة معانا في هذا المؤتمر لتضيف يعني قيمة لهذا المؤتمر من خلال تحاورها ايضا مع جمعيات النفع العام، لأن احنا نؤمن ان ليست فقط شركة مشاريع الكويت، ولو ان شركة مشاريع الكويت لها دور كبير وبارز في دعم المسؤولية الاجتماعية، بس يعني مو بس شركة مشاريع الكويت وشركاتها التابعة هي اللي قاعدة تدعم هذه الأنشطة، بل هناك الكثير من الشركات التجارية اللي لها دور بارز في دعم هذه الأنشطة. والله الحمد، هذه السنة الثانية اللي تشارك فيها كشركة زين في مواضيع المسؤولية الاجتماعية، أو مواضيع نسميها هي الاستدامة بالناحية شركة زين. نعتقد أن هذا المواضيع من المواضيع المهمة اللي فعلا نحن نقعد اليوم ونكون متواجدين ونتناقش مع جمعيات النفع العام والناس اللي بالمجتمع، يعطي أكثر فكرة ودراية عن دور الشركات ودورنا في اتجاه المجتمع. ونعتقد أن هذه المؤتمرات وهذه الملتقيات ممكن أن تزيد أكثر الغرابة بين الجمعيات النفع العام، خاصة وأنهم يعرفون أكثر عن دور الشركات وتوجهاتهم، وأيضا عن الاستراتيجية التي تقوم فيها الشركات خلال السنوات اللي احنا موجودين فيها. حقيقة الملتقى هو أحد ذروات العمل التطوعي الخيري المجتمعي اللي تتميز فيه الكويت. اليوم لما مجموعة شركات مشاريع الكويت تتبنى تواصل أفضل مع جمعيات النفع العام لخلق منصة ممكن تعزز فيه التعاون مرة، وترتقي بالمحتويات مرة أخرى، وتكسب مهارات للعاملين فيها من خلال تجربة دولية مرة ثالثة، أعتقد أن هذا بحد ذاته راح يضفي جودة على المسؤولية المجتمعية. مجموعة الرأي الإعلامية، للي بيعرف وللي ما بيعرف، نحن في عنا جريدة الرأي اللي هي تعتبر الجريدة نمبر 1 بالكويت، وفي عنا تلفزيون الرأي، وأخيرا تنواكب كمان عملية التواصل الاجتماعي انتقلنا ليكون في عنا ديجيتال بلاتفورم كامل متكامل، من ويب سايت لفيسبوك لتويتر لكل وسائل التواصل الاجتماعي. بتصور نحن عملنا ضمن هالمجموعات هيدي، نحن المتلقي، يعني نحن عنا مسؤولية إعلامية بالأول وبالآخر، وهيدي مسؤولية مستمرة ومستديمة، وكمان عنا مسؤولية نتواصل مع هالأنشطة الشبابية ومع كل الأنشطة الاجتماعية اللي بتصب بأهداف متعددة. فواحد من مسؤولياتنا ومن أهدافنا كمجموعة إعلامية هو أن نتفاعل مع هالأنشطة، نبرزها، نعطيها دورة، نقدر نتفاعل مع قدر المستطاع حتى نقدر نوصل الرسالة. من وجهة نظري، طبعاً بتكلم عن المسؤولية الاجتماعية من وجهة نظر الجامعة،
أنا أعتقد الجامعة المؤسسات التعليمية هي تجسيد للمسؤولية الاجتماعية، لأن شنو أهم من أن أنت تبني مجتمع معرفة وتخرج طلبة عندهم وعي بالمشاكل اللي موجودة ويقدرون يغيرون بالمجتمع. فأعتقد دورنا كجامعة هو في صميم المسؤولية، في صميم المسؤولية الاجتماعية. يعني أحس أنه يختلف شوية عن باقي الشركات. هو أحد الأعمدة الأساسية للمؤسسات التعليمية في الكويت مفهوم المسؤولية الاجتماعية. طبعا مشاركتنا تنبع من حقيقة فكرة أن مؤسسة الكويت للتقدم العلمي هي أحد روافد المشاركة المجتمعية والمساهمة في المشاركة المجتمعية في دولة الكويت، وهي طبعا من القطاع الخاص، يجب أن نذكر ذلك. وتلقينا دعوة كريمة حقيقة من شركة كبكو للمشاركة في هذا الملتقى، كون أن راح تكون الشريحة المستهدفة حقيقة في هذا الملتقى هو جميع جمعيات النفع العام. وأعتقد أن من المهم لمؤسسة الكويت التقدم العلمي أنها تتكلم عن طريقة دعمها لهذه الجمعيات، ونحن نرى أن هذا الملتقى فرصة ذهبية لنا لطرح هذه الفكرة. طبعا هذا الملتقى صراحة خلى يعني أعطانا الفرصة إن إحنا نلتقي مع زملائنا في جمعيات النفع العام الثانية، ونعرف النشاطات اللي قاعد يقومون فيها كجمعيات، وبالتالي طبعا نعرف الطريقة اللي ممكن الواحد يحصل على الدعم لأي مشروع يهم المجتمع من خلال الشركات الخاصة. طبعا أنا عندي بس رسالة ممكن أني أوجهها حق شركات ذات النفع العام، إن طبعا هم بالنسبة حق الدعم هم دائما قاعدين يدورون دعم، وبالعكس هذا شيء طبيعي، وهذا شيء يعني المفروض الواحد يكون وايد فخور فيه إنه هو مجتهد بالمجتمع، قاعد يحاول يسوي شيء يفيد المجتمع. بس حطوا في بالكم إن إحنا هم شركات يعني عندنا ستاف ليميتد ستاف، وعندنا ليميتد خلينا نقول تايم، لأن عندنا هم شغل ثاني لازم نركز عليه. بس ما يمنع إن إحنا هم السي إس آر شيء مهم بالنسبة لنا، ولازم هم نركز عليه معاكم. جزء من شغلنا حيكون السي إس آر، تعالوا عندنا وحطوا الأجندة كاملة مالتكم وخططكم السنوية، قول لنا أنتوا شنو تحتاجون. الدعم يا جماعة مو بس دعم مادي، الدعم ممكن يكون إداري، ممكن يكون معنوي، ممكن يكون نقل خبراتنا لكم. بالعكس يعني التعاون دائما موجود، كثر ما نقدر راح نساعد اللي احنا نقدر نساعده ان شاء الله. مشاركتنا اليوم في ورشة العمل هذه من باب إيماننا بمبدأ شركاء في النجاح، فإحنا جايين نسمع من جمعياتنا في العام شنو هم يحتاجونه، شنو يبون منا إحنا كشركات القطاع الخاص، علشان نقدر ويكولابريت ونشتغل مع بعض في مجال الاستدامة. طبعا أكيد إحنا ما نستغني على هذه المشاركة، وإحنا دائما موجودين عشان ندعم الشباب وندعم مشاريعهم ونطورهم كثر ما نقدر، إن كان في مجال الـ education، إن كان في مجال الصحة، إن كان في مجال التعليم، إن كان في مجال البيئة. إحنا دائما متواجدين عشان نغطي كافة الفئات وشريحة كبيرة من المجتمع. الكويت الحدث الرياضي الأبرز لهذا العام والمتمثل برالي الكويت الدولي 2016 بنسخته 24، والحديث طبعا عن هالبطولة وآمالها وطموحات المتسابقين والقائمين عليها كان لابد من أن يكون في ضيافة مسائي رئيس اللجنة العليا للراليات والرئيس الفخري لرالي الكويت الدولي الشيخ عذبي نايف جابر الأحمد. الصباح حياك الله معنا، مساك الله بالخير. الله يحيي إن شاء الله يسلمك، مساء الخير. يا هلا فيك. طبعا نبي نتكلم عن الرالي وعن الحدث اللي راح يكون إن شاء الله بالأيام القادمة، لكن ببداية حق كل شخص يتابعنا نبي نعرف الرالي، شنو هو الرالي، شو المقصود بالرالي؟ الرالي هو طبعا سيارات تتبع على مسافات معينة مرسومة على خرائط،
يومين قبل الحدث المتسابقين ياخذون نوتس ويسجلون المسارات. وقت الصباح سياره تنطلق بعدها سياره تقريبا بينهم 3 دقائق، فما في صباح سيارات مع بعض نفس الوقت. هذا لان لازم نطبق الامن والسلامه قوانين الاتحاد الدولي اللي احنا ماشيين عليها ان شاء الله. يعني بدايه المسابقه لازم المتسابق الاول ينطلق عقب 3 دقائق الثاني. نعم. والثالث وراء والرابع وراء، النتائج تمشي على التوقيت. توقيت من نقطة A إلى B المرحلة الأولى، زيادة عليها الثانية الثالثة، طبعا على مدى 3 أيام. أول يوم راح تكون بحلبة سرب بشويخ، وهذه راح تكون حلبة وقتها راح يكون بسيط لأن استعراضية للجماهير. بعدين ينتقلون يوم الجمعة ويوم السبت إلى طبعا جنوب البلاد اللي صوب الشاليهات، صوب جليعة والزور. هني طبعا أرض رملية صحرية، ونشوف المسافات الطويلة، وراح يبين الفارق بين المتسابقين الأوائل والأخيرين. يعني شيخ قاعد تكلم عن حضرتك الحين عن الجولة الثانية للشرق الأوسط. نعم. اللي هي راح تبلش يوم يوم 24 25 26 ثلاثة أيام. نعم. الأول يوم شو راح يكون مثل ما ذكرت؟ أول يوم طبعا راح نكون بشويخ حلبة سرب. نعم. ماخذينها ليوم 24، راح يكون فيها فعالية بسيطة قبل انطلاقة السباق. نعم. وراح كل متسابق مشارك يطلع على لفتين، توقيت لفتين داخل الحلبة الصغيرة، والتوقيت هذا طبعا ينزاد ينضاف إلى اليوم اللي بعده واللي بعده. طبعا كل مساحة وكل مسافة تختلف عن الثانية. اي اكيد، لان في عندك عدة مراحل. نعم. خاصة بالبر يعني. المسافة الاولى كم المتسابق الاول؟ والله ما يحضرني، ولكن بين يعني بين 12 كيلو الى تقريبا 20 كيلو المساحات. زين، كونك تكلمنا عن طبعا الجولة الثانية الشرق الاوسط. نعم. السرعة اللي يعني حق كل متسابق شلون يتم تحديدها؟ شلون تعرفون المساحة من A to B؟ المساحة طبعا مرسومة. نعم. مأخوذة وعليها تردد. طبعا كل سيارة فيها جهازين، جهاز تسجيل وجهاز لايف. عندنا كنترول روم، شخص فني من أوروبا دائما حق البطولات من المحلي إلى الدولي طبعا نستعين فيه، وهو كل سيارة لها جهازين مثل ما تفضلت، واحد نسجل فيه، واحد طبعا تسجيله دقيق جدا. نعم. والثاني لايف، وكل تقريبا ثانية يعطي نقطة بالأحداثيات، فنشوفهم على المسار، نقدر نشوف اللي ياخذ شورت كات، اللي يجرب يغش، هالأشياء كلها مبينة بالكنترول روم. نعم. انزين، هالحدث اللي راح يكون مثل ما ذكرت يوم 24 و25 و26 بالشهر. نعم. الحالي، شلون استعدادات هالحدث هذا كونه راح يكون بالكويت؟ طبعا صار لنا احنا الحمد لله 4 سنين الحين. اللجنة هذه نفسها مع الاخوان كلهم العاملين فيها وما يقصرون، طبعا اشكرهم على جهودهم، وكل الجهات الحكومية اللي قاعد تساند الحدث هذا. ياخذ وقت، وطبعا يعني تعب كثير، خاصه الاخوان اللي يشتغلون بالمسارات نفسها، لان مثل ما تفضلتي سالتني على السؤال، هي مسافات طويله، وعلى اساس ان الارض صج مبسطه، ولكن لابد ان نطوف فيها ونعدل المسارات بين فتره وفتره، لان حكم جونا احنا طبعا بالكويت ارض رمليه، فبين فتره وفتره يعني طبعا السيارات راح تروح الأماكن يضيعون فيها، فلا بد أن نجهزها كثر ما نقدر، وطبعا باستعداد بوقت وجيز. نعم. حكم أن الميزانية دائما قاعدة تتأخر للأسف، وهذا الشيء اللي احنا ودنا يكون مسبق على أساس ناخذ أريحتنا بتجهيز المراحل. يعني إذا الميزانية متوفرة وميزانية قوية وزينة قبلها بش كثر، يعني ايش كثر يبي لكم تايم عشان تستعدون حق هالحدث؟ 4 أشهر. هذه الدول الثانية اللي من ضمن البطولة نفسها. نعم. قاعد يجهزون من قبل الحدث نفسه. لكن الكويت من قبل كم شهر؟ نقدر نقول شهر تقريبا. شهر. بسبب الميزانية. اي شيء اكيد، لان هي طبعا لعبة نقول قالية على الجميع من منظمين إلى متسابقين. كونك فتحت شيخ موضوع غالية على المنظمين والمتسابقين. نعم. هو متسابق، أنا الحين متسابقة وأحب الرالي، زين ما عندي ميزانية، شو الحل إذا هي مثل ما ذكرت إن هي غالية على المنظمين وعلى المتسابقين؟ زين المنظم شنو دوره؟ ليش ما هو يساندني يوقف معي ويعطيني السيارة ويسوي خدمة سيرفس حق السيارة وحق الرالي وأنا أشارك كوني عندي هالموهبة، ولا لازم أنا تكون عندي ميزانية عشان أقدر أشارك؟ لا، الشخص إذا مرتاح والله منعم عليه زي؟ يقدر يشارك يعني، بس مو معقولة تكاليفها جدا عالية لدرجة أن أغلب المتسابقين اللي نشوفهم برا الأوروبيين والمحترفين العالميين اللي هي أعلى درجة من الراليات اللي يسمونها WRC العالمية،
لابد أن يكون عنده سبونسر طبعاً. إذا ما في شركة راعية قوية تدعم من شركة مصنعة من شركات الكبيرة طبعاً بدون ذكر أسامي أساس ما يقولون نسوي دعاية صعب المتسابق يكمل بالهواية هذه. صعب. هني شلون مكملين بالكويت؟ هني الحمد لله نقول الحكومة قاعد تساند المتسابق، ولكن المتسابق قاعد يقط اللي بجيبه يعني هو شارك هو اللي قدامه اللي ورا عشان الهواية هذه. يعني إذا واحد حب هواية صعب الواحد يوخر عنه. كم ممكن يعني ولا ما تبي نتكلم بالأرقام اللي تابعنا وراح يشاركون اليوم 23 يوم 24 25 26 كم تكلفة كل لاعب؟ لأن هذه محلية تعتبر. نعم هي لا هاي دولية. هاي دولية. نعم عفواً. دولية هي ثلاثة أيام محلية يوم، يوم واحد. يوم واحد. إيه في فرق بين ثلاثة أيام واليوم واحد. ليش؟ لأن عندك أنت من وقود من طاقم اللي من خارج البلاد أكثرهم نعم. أوروبيين من قطع غيار مدة يوم غير السباق مدة يوم غير مدة ثلاثة أيام طبعا تحتاجين استهلاك أكثر غير هالأشياء كلها واللوجستي شحن سيارة جاية سيارة تذاكر سفر إقامة أوتيلات عرفتي غرف بالأوتيلات حق الفريق اللي جايبينه فكل هذا يعني يزيد على بعضه. هذه جولة واحدة قاعد أكلمك فيها أنا اللي هي تطلع كم مكسبهم يعني على حسب أنت عندك فئتين عندك فئة الـ R5 وعندك فئة الـ R4 اللي هو نعرفه إحنا جروب N قبل نسمه نعم نبدأ من البسيط نتكلم تقريبا الأفرج المعقول نقول 15,000 دينار حق الجولة الواحدة المحلية طبعا إذا كانت دولية دولية أو المحلية. المحلية طبعا لأنها ثلاثة أيام راح ينضاف عليها المبالغ خاصة اللوجستية اللي تزيد طبعا مع الأيام. نعم إذا نصعد على الدرجة الأولى اللي هي الـ R5 لا يعني ما نقدر نضربها باثنين لا اللي نضربها بثلاثة وأكثر حق المتسابق يوصل ل 100,000 200,000 ممكن نقدر نقول تقريبا 50,000 دينار الجولة. تمام بثمان جولات بطولة الشرق الأوسط هذا قاعد نتكلم احنا 400,000 دينار تقريبي هذا لا تاخذون بطولة الشرق الأوسط 400,000 دينار حق متسابق الواحد. نعم. إذا كان أعداد المتسابقين من الكويت كم؟ أعداد المتسابقين على حسب المحلي ولا بالدولي الحين الدورة الجاية اللي هي يعني يوم الدولي هذا الدولي إن شاء الله نعم. إجمالي المتسابقين اللي مشاركين ببطولة الشرق الأوسط هم تقريبا 20 سيارة الفعليين راح يبلشون بكرة المحلي قاعد ناخذ تقريبا من نقول بين 18 إلى 21 سيارة مختلطين طبعا بينهم الصالون بينهم الجيبات وبينهم اليو تي في اللي هو نفس البقيات نعم هذول راح يشاركون يعني هذول يشاركون معنا بالمحلي مفتوح لهم يعني كقانون اتحاد دولي في فئه لهم في فئه نعم هذا تشجيع حق المتسابقين انه يزيدون بما ان تكلفه عاليه عليهم فيشجعون المتسابقين انه يزيدون بسيارهم الخاصه مثل ما ذكرت اذا كانت من هالانواع اي بس لازم تكون مصنفه نعم مو سياره من الشوروم اشتريها وادش فيها ومن اللي يصنفها يعني في شركات معينه تخضع الى تصنيف اتحاد دولي وفي سيارات انت تشترين سياره تودينها لهم وهم يجهزون لك اياها نعم طبعا الاثنين يا تشترينها جاهزه مجهزه يا تودين سياره اللي انت شاريتها طبعا كل سياره لها فتره معينه على تصنيفها ومثلا الكشن اللي داخل له عمر معين كل بين سنه وسنه الاتحاد الدولي يزيد بالسيفتي طبعا الامن والسلامه وهو قبل اي شيء ثاني نعم. للجميع فيدققون على هالاشياء من لبس من خوذه من يعني نظام امان داخل السياره وايد وايد ندش وايد شروط عشان السيفتي والسلامة طبعا إيه طبعا يعني احنا بنستانس والناس تحب الحماس ولكن احنا اهم شيء الارواح قبل اي شيء ثاني طبعا نعم. ارواح المتسابقين وايضا الحضور صحيح. اللي يحضرون المسابقة زين هو راح يكون مثل ما ذكرت سرب اول يوم اللي هو يوم 24 نعم. راح يكون بسرب في جمهور حوالين حلبة سرب هذا حلبة سرب نعم. السبكتيتر كورس هو دائما يسوونها تشجيعية حق الحضور طبعا الجمهور لانها مسكره غير عن البر احنا لما ننتقل الى البر يوم الجمعه ويوم السبت راح يتغير الوضع لان بر مفتوح نعم يعني صعب تشوفين عين تطيح على السياره من بدايه المرحله الى نهايه مين راح يراقبها شلون في اماكن معينه نعم. يحبون الجمهور يتواجد فيها مثلا نطات جنبات معينه نعم. ياخذون صور خاصه ما شاء الله لا اله الا الله كل سنه وسنه قاعد يزيدون المصورين شيء غريب يعني ومصورين يعني هواة يعني مو قليلين والله ف يعني برافو عليهم ويعطيهم العافيه لان قاعد نحصل صور جميله جدا من وراء المسابقات نعم زين يعني مثل ما ذكرت ان هي اهم شيء السيفتي والسلامه من اللبس من خوذه من سياره نفسها المقعد هالشروط هذه من قبل ايش كثر يعني المتسابق يتم اختبار سيارته يشوفون ملابسه من كم يوم قبل المسابقه تسولتيني على النقطه هذه طبعا باكر الصبح
هو سكروتينير اللي هو الفحص الفني للسيارات. نعم. وتكون عليها من إلى، وعندنا فاحصين فنيين الحمد لله مقيمين بالكويت، ويعني من الممارسة يعني عارفين كل شيء بهالناحية. طبعا في تطوير سنوي. نعم. لازم احنا ننزل الفايلات من الاتحاد الدولي. نعم. وفي اشياء جديده، في تغييرات تصير على السيارات، فلا بدنا يكون مواكب مع التغييرات الجديده. اليوم يعني هالمسابقه اللي راح بعتم يوم في اشياء جديده، لائحه جديده، تغييرات جديده، في الفئات، مسميات الفئات تغيرت. وقبل كان في فئتين بالمجموعه نقول الكبيره، قصوها الى فئه واحده على اساس يحاولون يقللون التكلفه اللي المسابقين. مثل ما تفضل. نعم، شيء جميل أن يهتمون بالتكلفة، لأن يعني خصصني بالكويت مثل ما ذكرت عبء كبير على المتسابق، أنه هو يعني يصرف على هوايته. إنزين 20 سيارة راح تشارك بالمسابقة. نعم. 20 سيارة كلهم كويتيين؟ لا. من أي دول؟ لا، عندنا من دولة قطر ما شاء الله 3-4 متسابقين. نعم. مشاركين عندنا 4 من الكويت؟ من قطر. من قطر. من الكويت عندنا تقريبا 5 إذا ما خاب ظني. 5 من الكويت. زين. نعم. والله ما شاء الله، يعطيهم الصحة والعافية ويشجعكم. عندنا الحمد لله، بس عندنا هم المحلي، عندنا عدد كبير مثل ما تفضلتي سألتين عنه، لأن في مو بس فئتين، في فئة ثالثة ورابعة اللي هي الجيبات واليو تي في البديات. نعم. هذا اللي قاعد يزيد العدد عندنا بالمحلي، وهذا شيء جيد، لأن واحد قاعد يسحب الثاني، والحمد لله كلهم قاعد يمشون، قاعد يعني يحوشهم وعي بالأمن والسلامة، وقاعد يبعدون من الشوارع والأماكن الخطرة. هذا أفضل شيء وأفضل حل لهم، يعني حفاظاً على سلامتهم. اللي يروح يشوف مستشفى الرازي ويشوف الحوادث يعني بسبة السرعة والتهور بعض الشباب، واحد يعني يضيق خلقه ويقول يا رب الله يحفظهم صج. لكن مثل هالمسابقات اللي تخلي الشاب يطلع طاقته وموهبته. نعم. بمكان مخصص، ويعني مع مثل ما ذكرت المنظمة تحط شروط للسيفتي والسلامة والأمان. إنزين 5 من الكويت و4 من قطر، الباقي المتسابق 20 سيارة، باقي ال 20 سيارة في كذا جنسية الحمد لله قاعد يشاركون معنا، من متسابقين ومن مساعدين، كل سيارة فيها متسابق ومساعد. نعم. طبعا احنا مكملين حوارنا عن المسابقة لكن بعد الفاصل. فاصل سريع مشاهدين، لا تبعدون. طبعاً شيخ عذبي ذكرت من شوي عندنا كم نادي بالكويت؟ عندنا نادي طبعاً السيارات، عندنا نادي سيارات، وعندنا نادي باسل سالم الصباح لسباق السيارات والدراجات. طبعاً ناديين إشهارهم نفس نظام الأساسي نفس الشيء. كنا تقولين على مثال كرة قدم، نادي العربي نادي القادسية. يعني منافسين ضد بعض وكذي، في تنافس بينهم. هو في أوبشن حق المتسابق إنه يروح هني أو يروح هني، نفس الأنشطة طبعاً. وراح يصير ان شاء الله المضمار اللي راح يسوي المجمع اللي راح يصير ان شاء الله بعد ندول السنتين الجايين، راح يضم كل النوادي، لو يصيرون 10 نوادي باكر ان شاء الله يصير 10 نوادي. قانون الكويت هنا لازم يكون 5 نوادي عقبها يصير اتحاد. نعم. الحين ما في اتحاد، ان شاء الله يصير اتحاد. ليش؟ إن شاء الله. هذا من صالح الجميع. يعني شنو يعني اول شيء المراسلات تكون من. نعم. الاتحاد الى الاتحاد الدولي. نعم. هذا رقم واحد. رقم اثنين انه يكون عندك انت برانشز اكثر، المتسابق مو محصور الى مكان او مكانين. لما يكون عندك انت مثلا والله وكاله وخمس اماكن فيها، خمس وكالات لاشخاص غير عن بعض. نعم. يصير في تنافس ولا ما يصير في تنافس؟ طبعا اسعار تنزل ولا ما تنزل اسعار.
هذا كله يولد. لكن يعني في دول حوالينا عندهم يعني نادي واحد واتحاد واحد. في دول يعني. نعم في دول صحيح، هذا قانون الدولة، احنا ما ندخل بالسياسة مالتنا. لا طبعا، لكن بالنسبة لمثل ما ذكرت شلون يتم التعاون الحين مع الاتحاد الدولي للسيارات اذا ما في اتحاد، عن طريق شنو؟ عن طريق نادي الكويتي الدولي الكيتي. نعم. اللي هم طبعا اقدم نادي بالمنطقة. زين. وهي شركة خاصة وعندها تحمل الاي اس ان اللي هم ممثلين للاتحاد الدولي للدراجات والاتحاد الدولي للسيارات، فأي أوراد تصير بينهم وبين هذا عرفتي الرفع من النوادي إليهم، منهم إلى الاتحاد الدولي. كتحضيرات المشاركات الدولية وكذي. لابد نعم. يعني شيء دولي لازم يكون في مراقبة من شخص من عندهم. إنزين شيخ عذبي، دور مجلس إدارة نادي باسل السالم صباح للسيارات في النهوض بحركة يعني برياضة الراليات، شنو دوره؟ طبعا احنا لجنه تحت نادي، كان في بطء اول ما مارسنا، وشهد لله ان اغلبنا مو عارفين الجهه التخصصيه اللي نروح لها، ووعي المجلس الاداره شوي استوعبوا رياضه وشافوا استقطابها وشافوا اهميتها، وندول في خطوه ايجابيه كبيره صارت من اول يوم بلشنا لليوم هذا. يلا إن شاء الله الأفضل يا رب. إنزين طبعاً دور الهيئة العامة للرياضة في دعم مثل هالرياضات، لكن نعم. مثل ما سمعنا إنه يعني تم إيقافه، فشون أنتوا الحين يعني مستمرين بالراليات وبهالمسابقات؟ نادي سيارات ونادي باسل سالم الصباح طبعاً ما يخضعون إلى اللجنة الأولمبية. إحنا نتبع اتحادين طبعاً يعني بروحهم منفصلين، ما لهم شغل بالأولمبي. اللي هو FIA نادي اتحاد السيارات، والFIM اللي هو نادي اتحاد دولي للدراجات. نعم، إذا غير خاضعين للموضوع. غير خاضعين، وهذا خيرة لنا طبعا. ليش خيرة لكم؟ لأن ما توقفنا الحمد لله، نقدر نعم. نمارس، المتسابقين يدرون يمارسون، يدرون يحققون، يدرون يرفعون اسم الكويت لهم. إن شاء الله الله يوفقكم إن شاء الله. لكن يعني قبل فترة انتهت الجولة الثالثة من بطولة الراليات طبعا اللي قيمت الشهر الجاري هذا. المحلي. نعم. لما نتعرف ونعرف مشاهدينا عن نتائج هالمسابقة. بطل شر الأوسط للفئة الثانية اللي هي الجروب N، الأخ مشاري الضفيري ما شاء الله عليه، حقق لنا بطولة شر الأوسط اللي هو بفئتها 2013، موسم 2013 وموسم 2014. هو متصدر حاليا بمركز أول ثلاث جولات، عندنا الجولتين باقيين وكل شيء ممكن يتغير. ندول احنا ندول توفيق للجميع، ولكن اي لحظه ممكن تغير. هاي رياضه السيارات، يتغير ممكن يعني يعطل واحد يخرج، يعني بنشر واحد وقت مرحله اساس تنزلين تبدلين انت والمساعد، ياخذك دقيقه ونص يمكن. هذه تفرق انت مع المتزاد، تفرق معك الثانيه والثانيتين لهالدرجه الكومبيتيشن قوي. نعم. فنقول احنا ما نبي ننظله باشر يقول لي والله فلان تكلم، ولكن نقول التوفيق للجميع ان شاء الله، واحنا محايدين كويتي خليجي عربي ولا اجنبي، وان شاء الله الافضل هو اللي نشوفه يتطور. الله يوفقهم ان شاء الله. هالراليات كل سنه وين تم يعني استضافتها؟ هالسنه عندنا بالكويت. نعم. جوله ثانيه الحمد لله من بطوله الشرق الاوسط لحد الان، صار لنا 3-4 سنين بالكويت. الجولة الأولى الافتتاحية بدولة قطر شقيقة. كل سنة تكون دولة. كل سنة كذي ماشيين، هو رزنامة من الاتحاد الدولي. نعم. طبعًا على طبيعة الجو، لأنه مستحيل يسوي البطولة مثلًا بالكويت شهر 8. سيارة لا تنسين هذه مو نفس سيارتنا اليومية، ما فيها تكييف. ما فيها تكييف. كم مدة يعني المرحلة؟ المرحلة الواحدة بين ندول 7 دقائق إلى ربع ساعة على حسب مسافتها. بس الاسترس اللي على المتسابق، الضغط النفسي طبعا، والتركيز، غير اللبس العازل الحراري، عازل الحراره عفوا، جدا جدا يعني كثيف على المتسابق. فالله يعينهم يعني، ولكن الحمد لله نقول جونا هالايام في بريد، في هواء. لا الجو حلو الحين صح. فهذا عامل جدا صعب عليهم. بس شفنا من خلال تقريب من شوي والرالي اللي انعرض من شوي، اي رالي كان هذا؟ في لقطات من كذا رالي. قاعد نشوف الغبار، وكان منطقة يعني بالبر أعتقد. نعم. الرالي يعني منطقتنا الخليج نقول هي كلها بر.
ما عندنا شوارع وجبال نفس أوروبا أو مثل نقول لبنان الأردن، فقريبة على بعض. اللهم يمكن إحنا أرضنا شوي مدلعة شوي، نقول رملنا ناعم صح. ما فيها تكسر وايد، في دول ثانية لا صعب يعني طبيعة جغرافية الدولة هي نفسها. بس تروالي أفضل عندنا هنا بالبر، أفضل من الدول الأوروبية والهضاب والجبال، وأن في خطورة أكثر. أي طبعا لابد هناك خطورة. هني يعني لا سمح الله إذا سيارة حاشا رول أوفر تقلبت، طبعا في القفص الحديدي داخل يحميهم إن شاء الله بعد الله، ولكن الأضرار جدا تصير قليلة، مو نفس الدول الثانية. الدول الثانية، لكن شفنا من خلال تقرير الأخبار إن هل في مسافة بين سيارة وسيارة، يعني إن على أساس إنه يقدر المتسابق اللي قدامه سيارة، وقاعد نشوف الأخبار لأن كونها منطقة هي صارت رملية نعم، وتعديل القوانين زادوا إلى 3 دقائق هذه. وفي 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 يعني مسموح للمنظم إنه يزيد إلى 5 دقائق إذا شاف إنه في متسابقين بطيئين. عرفت شلون؟ نعم. على اساس مثل ما تفضلت السياره اللي قدامك قاعد تغبر على السياره اللي ورا اذا جراب على بعض، بس بمستوى المتسابقين الحمد لله يعني يقدرون يخلصون. اذا احد حاشا عطل الله لا يقول يوخر على الجنب على المسار بعيد عن السيارة الجاي. الله يحفظهم ان شاء الله. قاعد نشوف المراه قاعد تشارك كل مجالات الحياه، ما في شيء مقتصر على الرجل، الا المراه دشت وخذت لها مكان بأي مجال من مجالات الحياة. الحين المرأة بالراليات لها بالكويت، يعني نتكلم على منطقة دول الخليج، لها مشاركات ولا الرالي فقط مقتصر على الرجال؟ كويتيات ما شفنا، ماكو أجانب نعم فيه، وهذا الرالي إن شاء الله راح تشوفون واحدة ألمانية وصار لها فترة وهي مقيمة بدولة قطر وحابة الرياضة. وأشكر طبعا الاتحاد القطري على السنين اللي مضت أن ساعدوها بالدعم أساس تخوض البطولة هذه، وكانت معانا العام بعد ان شاء الله عليها. وش يعني شاد حيلها نقول احنا، والله طوف شباب يعني ما نستهين فيها ان شاء الله عليها. الله يوفقها ونشوف بنات كويتيات في المستقبل يشاركون بالرالي، مو بعيده. لكن يعني اي شاب اخترعوا من الارقام اللي ذكرناها تراوالي، ما حد راح يشارك عقب 400,000 وشي. بس اذا اي شخص الحين قاعد يتابعنا، اذا كانت بنت مثل ما ذكرت انه مسموح تشارك، واذا كان رجل، هل انه الحين يقدرون يشاركون؟ وين يروحون؟ شنو المكان يتوجهوا له اذا هم قاعد يتابعونا وحابين ينضمون للرالي يعني وسباق السيارات؟ احنا كان في لبس عندنا مشكله ان النوادي هذه شبه محصوره الى الشباب، ممنوع البنات تدخل يعني. لا البنات كل ما يسالون وطلبوا منا عند النادي يوجهونهم الى نادي الفتاه. طبعا نادي الفتاه عنده كاباسيتي يعني مسموح، فما راح يقدر يصرف على مبالغ نفس هذه. فاحنا ان شاء الله نبدا نستقطب البنات مثل ما نشوف الحين ونسمع ان البنات قاعد يروحون جو كارت، قاعد يروحون البحرين بسياراتهم خاصه، قاعد يسوون جروب ان شاء الله عليهم مثل رود رش اذا ماني غلطان، غير جول فرن الشباب في رود رش بنات ما شاء الله عليهم. وسمعت ان اخر مره كنا 40 41 سياره اللي مشاركين البنات اكثر من الرجال، رجال 21 شيء جيد. احنا نشجع، احنا ما عندنا عنصريه، والمجال ان شاء الله مفتوح للجميع انه يشارك. ذكرت الرعاة ودعم، قبل لا نختم احنا تقريبا وصلنا لختام فقرتنا، في سبونسر رعاة الحين حق هالمسابقه المقبله عليها سبونسر، او بصوره عامه بشكل عام حق الرالي بالكويت؟ احنا قاعد صار لنا على فتره وجيزه السنتين الماضيين قاعد ندور سبونسر انه يساعد على تغطيه الى رفع مستوى الحدث نفسه. نعم. في شركات ترددت، ما راح ادش بتفاصيل لان ما عندي علم فيها، ولكن في ربعنا الخاصين عندهم شركات نعم. يعني نقول بسيطه ولكن لله الحمد حابين الشغله وقاعد يساعدونا، والله يجزاهم خير يعطيهم العافيه. طبعا. كلمه اخيره حاب تقولها حق كل شخص الحين يتابعك؟ ودنا طبعا العموم يجي الحدث هذا حدث بالكويت، وهو هي بطوله شرق الاوسط، حدث دولي، وان شاء الله الجميع يبيضها وتشوفون حماس خلال فترة 3 أيام الجاية. وأحب أشكركم على الاستضافة الطيبة. حياك الله ويعطيك العافية. تواجدك معنا شيخ عذبي نايف جابر الأحمد الصباح، رئيس اللجنة العليا للراليات والرئيس الفخري لرالي الكويت الدولي، يعطيك العافية. الله يعافيك. مشكلة. مشاهدينا برنامج مسائي مستمر، لكن بعد هذا الفاصل. Thank you.
أي شيء لاعب كاميرا رزفية تقول لدينا في ذات سياق موضوعنا السابق يتواجد ضيفنا لحضور افتتاح رالي الكويت 2016 وكان لابد من انتهاز هالفرصة وتوجيه الدعوة لضيفنا لاستضافته والحديث معه عن الكثير والكثير من الأمور وعن كل ما يتعلق ببطولة السيارات والدراجات النارية وعن الاتحاد الدولي الخاص بتلك الرياضات. نرحب طبعا بسيد ناصر بن خليفة العطية نائب رئيس الاتحاد الدولي للسيارات والنائب الأول لرئيس الاتحاد الدولي للدراجات النارية. مساك الله بالخير. مساكم الله بالخير يا مرحبا. يا هلا فيك ونورت الكويت. الله يخليك، احنا متشرفين بالحضور معاكم. طبعا شرف لنا. طبعا نبي نتكلم عن كون حضرتك يعني راح تحضر مو فقط يعني كمشاركه، لا ك يعني مسؤوليه انك تتابع الرالي اللي راح يكون يوم 24 25 26. نعم نعم، اكيد انا لي مسؤوليه على المنطقه هنا كنائب رئيس الاتحاد الدولي عن شرق الاوسط وشمال افريقيا. رالي الكويت من الراليات العريقة اللي لها تاريخ ولها قيمة في المنطقة كبيرة، فتواجدي هنا يعني أكيد راح ساهم مع أخواني المسؤولين في الكويت عن تطوير الرياضة وعن أيضا تطوير المسابقة يكون بشكل كبير. يعني كون المسابقة بعد كم يوم يعني ما تفصلنا عنها إلا عدة أيام، شلون تشوف الاستعدادات، شلون تشوف المشاركين، كل ما يتعلق بأمور السيفتي والسلامة، كل شيء يخص الرالي يعني راح يكون بالأيام المقبلة. الحمد لله يعني الشباب اللي موجودين على التنظيم هنا كلهم عندهم خبرة كبيرة، وأنا أشكر يعني كل نادي الكيتي اللي صاحب الرخصة، وأيضا يعني نادي الربع ميل أيضا متمثل في أخي الغالي الشيخ علي الفواز الصباح، وأيضا الشيخ عذبي النايف الصباح على الدعوة الكريمة هذه، وأشكرهم على 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 تطوير الرياضة هذه يعني واهتمامهم بالشباب، هذا شيء مهم، وهذا يرجع للفضل في النهاية أيضا إلى يعني سمو الأمير الشيخ صباح الأحمد الجابر صباح أيضا على رعايته للشباب واهتمامه في تطوير الجانب المجتمعي مع الشباب، وهذا شيء يصب في مصلحة البلد هنا في المستقبل في رياضة المحركات، وهذا الشيء اللي احنا يعني نفخر فيه يعني معهم. نعم، زين بالنسبة يعني دور الاتحاد الدولي للسيارات، كونك حضرتك نائب رئيس الاتحاد، نعم، فشنو دورهم كاتحاد؟ حضرتك موجود عشان تراقب الأمور، في شروط في اشتراطات على المسابقة اللي هي طبعا مثل ما ذكرنا الجولة الثانية اللي راح تقيم عندنا هني بالكويت، نعم، من بطولة الشرق الأوسط للراليات. دور الاتحاد الدولي دور رقابي كثير، دور تطويري، دور أيضا نحاول أن نوجد كيف أن احنا نطور الرياضة هذه بشكل قوي وسريع. أيضا دور عادة الدول أنها يعني تنمي الثقافة هذه في كثير من الدول اللي عندها الرغبة في تطوير الرياضة هذه. صراحة دور الاتحاد الدولي دور مهم جدا، دور رقابي، يتابع كل مجريات السباق، كل الداتا اللي في السباق هذا نشرف عليه من بدايته تحضيره، فعندنا متابعة وعندنا تفتيش دوري على لجنة تنظيمية أن مين اللي راح يدير الحدث، مين اللي راح يكون مهتم، لكن الحمد لله الخبرات اللي موجودة هنا خبرات جيدة، والحمد لله يعني عندهم تاريخ مشرف كثير في تنظيم رياضة المحركات. يعني يعطيكم العافية. 20 سيارة حتكون مشاركة. نعم، في 20 سيارة تقريبا مشاركين، وإن شاء الله نتمنى أن نقبل في المستقبل أن يزيد عدد المشاركات، لأن تأثرنا في منطقة العربية بسبب الأزمات العربية اللي صارت، وبسبب
الأمور الجمركية اللي تصير على 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 تنقل الفرق من بلد لبلد، هذا كان شوي معضلة للأمور الجمركية، لكن إن شاء الله نأمل إن شاء الله تهدأ الأوضاع في الدول العربية وترجع إن شاء الله الرياضة تأخذ وضعيتها بشكل أكبر إن شاء الله. اللهم آمين يا عم، الأمن والسلام على كل الدول اللي حوالينا يا رب، ونشوف مثل هالرياضات يعني تكون لها دعم أكثر، لها يعني إقبال أكثر. 5 فقط من الكويت، 4 من قطر. والله المعتاد في السابق كان يعني توصل عدد سيارات ل40 و45 سيارة يعني في كل دولة، الآن يعني العدد خف بشكل كبير ولها أسبابها، يعني في أسباب أخرى غير المنطقة العربية. شنها الصعوبات غيرها والأسباب يعني الأخرى اللي تمنع أن عدد السيارات اللي تشارك، مثلا ذكرت أول 20 توصل ل40؟ نعم. كل دولة الحين لا، الكويت 5، قطر 4. الأول كانت عدد الرياضات قليلة، اليوم إحنا لو نتكلم عن قطر، أنا أتكلم يعني وصل عدد الرياضات في اللجنة الأولمبية تقريبا ل 24 رياضة 34 رياضة، تنوع كثير صار عدد رياضات في عدد كثافة سكانية قليلة. أيضا هناك إضافات، تلاقي أن البعض اهتمامه يروح حق نوع آخر يمكن مو مكلف نفس يعني احنا لو نقيس عدد سكاننا على عدد الرياضات هاي وتوزيعها من الجانب الرياضي أو الجانب الإداري أو الجانب التحكيم أو جانب أمور كثيرة، راح نشوف العدد قليل. عشان كذا هناك في عزوف كثير اليوم عن 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 انها كجماهير تحولت الى امور تنظيميه وامور اداريه في الجانب الرياضي او في جوانب اخرى يعني. لكن احنا نتكلم عن الان رياضه المحركات بشكل خاص. رياضه المحركات تاثرت ايضا في حلبات انشات جديده في المنطقه، يعني مثل حلبه البحرين، حلبه قطر، حلبه ابو ظبي ودبي والسعوديه، فكثير جذبت ناس شريحة كبيرة من 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 المجتمع انها تتجه للحلبات، اقل تكاليف، اقل سهولة في الحركة، ممكن مع الأسر انه يحضرون. فالرياضة صارت رياضات كثيرة منافسة لرياضة الراليات، وهي رياضات محركات ايضا يعني، لكنها يعني تاريخيا رياضة الراليات هي الأشهر في المنطقة، كون أن الشباب الخليجي يعشقها يعني بشكل كبير، وهي أولى الرياضات اللي في المحركات يعني كانت. لكن دوركم كاتحاد أستاذ إزالة كل المعوقات اللي تعيق أن يكون أعداد أكبر، تزيح الأشياء وتخلي يعني هالرياضة ما تأثر بأي شيء ثاني حوالينها، حلبة حلبتين أي شيء ثاني ما يأثر، أن يكون في عدد وفي ناس مهتمة مثل ما ذكرت تكاليف يعني تعيق، شلون يتم تجاوز هالموضوع؟ يعني التكاليف الباهظة في رياضة المحركات، يعني أنا أعطيك على سبيل المثال اليوم بعض المتسابقين العالميين يعني مثل ناصر بن صالح اليوم يعني تكاليفه باهظة جدا، لأنه إنسان على ستاندر عالمي، فتكلفة الجولة الواحدة قد تكلف أكثر من فريق كرة قدم يعني كمعسكر أو كتجهيزات لاعب واحد، متسابق واحد يعني يكون تكاليفه أكثر يعني من لو قستيها بلاعب كرة واحد. يعني لاعب الكرة إيش مثلا تجهيزه ملابس أحذية خلافة لهذا، لكن احنا نتكلم عن رياضة تكنولوجيا، رياضة متصلة بمصانع، متصلة بقطع غيار، بسيارات نقل، شحن إطارات، بترول، فكلها رياضة يعني تتعاطين أنت مع وحدة كاملة من فريق عمل كامل إنه يوضب كل التجهيزات للمتسابق هذا. فهي يعني أصعب وقد تكون أخطر الرياضات لسرعتها طبعاً، وقد تكون أيضا أكثر تكاليف يعني فيها. فرياضة هي رياضة متصلة بمصانع عالمية، متصلة بسوق عالمي. فاحنا اللي يعيقنا فقط في منطقتنا اللي هي الكثافه السكانيه، هذه اللي يعني من الجانب التسويقي الكثافه السكانيه اقل مقارنه دول اكيد يعني في دول اوروبا او شرق اسيا او مثلا في بعض الدول في امريكا، الكثافه السكانيه هي تفرض كيف تسويق الرياضه هذه وكيف تسويق المتسابقين، وايضا ايجاد السبونسر اللي هم الشركات الداعمه للرياضه هذه، انها تلاقي المردود ايضا من خلال دعمها احنا دائما نسال
وين الشركات، وين دور الشركات. أيضا الشركات يسألون في نفس الشكل، شو المردود بالمقابل، بالمردود صح، كيف أنت تعرضين العرض للشركة اللي مغري اللي يقدر يرجع عليها بالمردود النفع. شو اللي يعتمد المردود؟ شلون يعني المردود؟ يعني لازم يكون هناك يعني تغطية إعلامية قوية من التلفزة، من المقروء أو المسموعة. شو اللي يمنع يتواصلون مع الجهات الإعلامية أن تغطي الحدث هذا؟ هو ثلاثة أيام. أيضا الجهات الإعلامية أيضا تنظر إلى 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 المردود الإعلاني. هل الشركات هذه توضع إعلانات، بتوضع مثلا لأمور تسويقية على أساس توجد لها مساحات أكبر في الجانب الإعلامي هناك؟ يعني محتاجين احنا ورش عمل ثقافة لكل الأطراف اللي تستفيد، سواء شركات أو الدور الإعلامي أو دور الجهات الرياضية والمتسابقين. فهذا الشيء راح يعطي كثير مردود إيجابي بالنفع على الجميع. فهنا احنا اللي ينقصنا فقط الثقافة من الجانب التسويقي، كل 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 جهة وإيش الفوائد اللي راح تجنيها من وراء الرياضة هذه. يعني لو يتم الاستعانة يعني طريقة التسويق بالدول الأوروبية، يتم نقلها للمشتري يعني أختي تعرفين يعني منطقتنا دول أوروبا. نعم؟ في دول أوروبا على مستوى الرياضات في العالم كلها يعني. نعم؟ حتى كرة القدم تلاقينها أشهر في أوروبا. ليش؟ لأنها انولدت هناك في أوروبا. صح. القارة الأوروبية تسمى القارة العجوز. القارة العجوز هي الأقدم من ناحية كرة القدم، من ناحية الرياضات النوعية الأخرى، سواء محركات أو رياضات تنافسية فيها كثيرة. فالكثافة السكانية اللي حضورها، احترام الشعوب هذه للرياضة نفسها، تواصل أيضا المجتمعات فيها، ودعم الأسر للأطفال أنهم يتطورون في رياضة آمنة ورياضة يعني صحية، هذا اللي يعني يعطي ثقافة. هنا يعني أنا بسألك سؤال، مين من الأسر اللي يروح مع ابنه ملعب الكورة؟ قليل. مين من الأسر اللي يروح مع ابنه أنه يشجعه على رياضة محركات؟ قليل. الناس تفتكر أن رياضة محركات رياضة مهلكة وخطرة. بالعكس يعني هذا يعني أنا واحدة من الناس أعتقد هالاعتقاد يعني واثقة فيه بعد من كثر ما قاعد أشوف الحوادث واللي اسمع عنها. احنا يعني دائما نفكر أنه الأب أو الأم هو اللي يختار الهواية للطفل، وهذا خطأ. يجب أن الطفل، ممكن أن يكون في الأسرة في عدد أطفال، عدد الأطفال لا واحد له هواية كورة، واحد له هواية، لازم نحترم رغبات الطفل ونحضر معاه في الملعب اللي بيروح له، ندعمه مثل الناس كيف تدعم أطفالها. رسالة جميلة حق كل أم وأبو يتابعونا أن يهتمون بعيالهم يعني وموهبتهم. أنا أعطيك على سبيل المثال نسبة الحوادث الآن اللي عندنا إحنا في المنطقة، لو تكلمنا عن الأمن والسلامة، نسبة الحوادث في المنطقة نسبة رهيبة. صح. لعدد سكاننا يعني. فهذا أسباب لها كثيرة يعني. أنا أعطيك من الأسباب، الهدية الأولى اللي تنهدى للطفل إيش؟ الولد. ممكن سيارة أتوقع. هذا هي سيارة. انت احنا صح. هاي البذره الاولى اللي احنا نبذرها. او ايباد الحين ترى راح زمن السياره تعرف. الحين تليفون ولا ايباد. احنا نحول الايباد الان، حولنا الطفل من انه يطلع في ملاعب مفتوحه ويتحرك جسمه، الان يبتدي يلعب بلاي ستيشن، يقعد بمكانه، صار كسول اكثر. نعم. صار يعني يجلس في اماكن مغلقه اكثر، انه هو يحاول يعني يندمج في هذا. ففيها لها اضرارها ايضا كثيره. فاحنا يعني نتمنى من الاسر وهذا ان يهدي للطفل كتاب بدايه عمره. الله، شيء جميل يعني. نعم. احنا اعطيك على سبيل المثال في البرازيل اول هديه تنهدى كوره للطفل، لان البرازيل معروفه بكره القدم اللي عندهم. احنا ليش عندنا شغف كبير من الشباب على 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 السرعه وعلى الحوادث اللي تصير؟ لان في شغف له 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 له, له, له تاريخ، اللي هي الهدية الأولى تنهدى للطفل هي سيارة. وأنا أتمنى من الأسر، هذا زمان أول سيارة أستاذ، أتمنى من الأسر تغيير فكرة الهدية هذا للأطفال. يعني شنو تنصح لي تابعنا، شنو أول هدية أعطن حق عيالهم؟ والله أنا أنصح بالكتاب، يجب الطفل أنه يبتدي يقرأ. صح. يعني ما يكون بس الناس الحين تقول لك لا لازم القراءة عن طريق الإنترنت والكمبيوتر، وهذا شيء غير صحي. يجب أن الإنسان يمسك الكتاب ويحمل الكتاب ويقرا منه، وهذا اللي راح يثقفه يعني. رغم استاذ ناصر المفروض تقول سياره، كونك يعني لاعب رئيس حتى لو الاتحاد الدولي للسيارات. على هالشيء لان الثقافه الان احنا يعني في ناس يفتكرون ان الرياضي يجب انه يكون متخصص رياضي وغير متعلم. لا، هذا خطا. يجب التعليم قبل الرياضه. صح. فيعني
يجب أن أنا أطور حتى الطفل لو هو عنده هواية يتعلم كرة، أقول له لازم تنجح في المدرسة وتتفوق، بعدين أعطيك المجال أنك تروح تمارس هوايتك ورياضتك هاي أو التحول بشكل احترافي. فإحنا يجب نركز على التعليم في كل الأمور، سواء كان التعليم في مجال السياسة، في مجال التسويق، في مجال الرياضة، في مجال، يجب التعليم هي الرسالة الأولى للأطفال. يعني رسالة مميزة وجميلة من نائب رئيس اتحاد دول السيارات، بدل ما يقول سيارة قال كتاب الدراسة والتعليم والتثقيف أفضل من السيارات والسرعة وسباق السيارات. لازم يكون واحد عنده شهادة عقبها يفكر بأشياء ثانية. لكن انتقل الأستاذ ناصر لجزء آخر مهم اللي هو طبعا تصديق الاتحاد الدولي للسيارات، قرار جديد بالفورمولا 1. نعم، بالسيفتي والسلامة كثير. احنا القرار الجديد طبعا أغلب المتسابقين معاجبهم، من المتسابقين اللي معاجبهم طبعا الألماني سيباستيان بطل أو سائق فراري بطل العالم 4 مرات، أيضا هم معترض على هالقرار. تعرف مشاهدينا شنو هو القرار هذا وليش البعض مو عاجبه هالقرار؟ لا هو شوفي يعني الاتحاد الدولي في لجان، في لجنة السائقين، في لجنة الأمن والسلام السيفتي اللي هو عن السيفتي، في لجنة الحلبات، في لجنة للفورمولا 1. فاللجان هذه يعني في هي ورش عمل في النهاية، يعرض كل قوانين جديدة تطرح أو هذا وتدرس وتصير تصويت عليها في كل لجنة، بعدين تنرفع من اللجان إلى الجمعيات العمومية، الجمعية العمومية للاتحاد الدولي، وأنا واحد من ضمن الجمعية العمومية، فيصير تطرح عندنا وتناقش، وإذا صار خلاف يصير تصويت عليها وتنحل بعد التصويت وتطبق القانون اللي راح يصير عليه تصويت. إذا بعض المتسابقين فاز في السباق قال لا والله الكرسي اللي أنا موجود عليه جيد أو السيارة جيدة، إذا ما توفق في السباق لازم يلقي له ذريعة أيضا، الكرسي مو مريح مو زين، الكرسي غير مريح وكرسي. فهي في بعض المتسابقين يقول يعني يؤمن بالتطوير، في بعض المتسابقين نظريته محدودة على النتائج الوقتية، ما يفكر في النتائج البعيدة خوفا أنه هو يفقد مقعده مع الفريق هذا او يلاقون متسابق اخر غيره. فالاتحاد الدولي تاكد ان يدرس الامور من كل جوانبها، من جانب الميديكال الامن والسلامه والميديكال وايضا السيفتي وكل امور السبورتنج اللي هي من ناحيه القوانين الرولز والريجليشن هذه اللي تختص بالسباقات، فتكون الامور مدروسه وما نكون فيها يعني قرار انفرادي لرئيس الاتحاد الدولي أو النؤبة، لا يكون قرار للجمعية العمومية كاملة تصوت على أي عرض يقدم يعني من اللجان اللي موجودة. هو للحين ما تم تصديق القرار هذا الجديد اللي ما ذكرته للحين أستاذ ناصر. أنا أعطيك السيناريو إيش اللي يصير إحنا يعني تعرفين. نعم. إحنا السيناريو هذا المتبع في الاتحاد الدولي. زين. ففي أي شيء يختص بأمن وسلامة هي رقم واحد في الاتحاد الدولي. يعني ما 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 يعني ما يرجع للنقاش، لأن المتخصصين في لجنة الأمن والسلامة السيفتي الكوميشن هم ناس عندهم خبرة كإنجينير، ناس في مصانع كانوا يشتغلون وكانوا يعرفون إيش مستوى قدرة الكرسي هذا على الحادث تحمله. إذن هو الكرسي الموضوع يعني بالكرسي أستاذ. يعني القرار الجديد راح يتم تصديقه الشهر، وصلنا لختام فقرتنا. يعني القرار هو بتغيير نظام السيفتي بالكرسي نفسه للسائق الفورمولا 1. يعني بعض السائقين تحفظوا ومو عاجبهم القرار، شو السبب؟ والله هذه الأسباب يعني تعرفين احنا الآن ما نقدر يعني نجزم فيها، لأن هل هو تجرب الكرسي أو ما تجرب في السباقات، هل هو مريح لهم أو غير مريح لهم، هو مكلف ولا غير مكلف؟ مكلف. فإذا احنا جينا للتكاليف اليوم، احنا بالنسبة لنا التكاليف يعني أرخص من أرواحنا، يعني المفروض ما نفكر في التكلفة طبعا، قبل ما نفكر في أرواحنا وسلامتها، وهذا الشيء المهم يعني في رياضتنا. فأنا يعني صراحة يعني تطرقنا حق مواضيع صراحة يعني حساسة كثير الجانب الأمن والسلامة، لأن رياضتنا رياضة قد تكون خطرة. نعم. إذا ما كان المتسابق قوي من ناحية الفكرية منتل وفيزيكال قوة عنده وعنده أيضا سرعة ومهارة، فهذه أشياء تعتمد أيضا على قوة المتسابق في تفادي أو تطويره، هي مش القضية في قضية إمكانية السيارة، إمكانية نعم المتسابق نفسه هو اللي طوع السيارة أنها تكون في المصاف الأول. يعني يعطيك العافية. وإذا حاب تقول كلمة أخيرة حق طبعا المشاركين بالجولة الثانية من بطولة الشرق الأوسط للراليات، وأيضا حق كل بنت
ورجل او شاب وبنت يعني قاعد يتابعونا ودهم يكونون ابطال بالمستقبل يعني بالرالي. شوفي احنا دور رياضتنا غير دور الرياضات الاولمبيه اللي منفصله فيها دور الرجل المنتخبات لحالها وانديه والبنات المراه لها منتخبات وانديه لحالها. احنا رياضتنا رياضه مشتركه قد تكون البنت هي السائقه والرجل مساعد او العكس. البنات فيها أبطال عالم مثل ميشيل موتون الفرنسية كانت تغلب الرجال في بطولة العالم. ففي عندنا ناس مشهورين للمرأة دور لها كبير ولها لجنة المرأة في الاتحاد الدولي للسيارات يقومون بدور ما شاء الله جيد. فهذا الشيء احنا يعني نفخر في وجود المرأة معنا لأن رياضتنا ما تعتمد على المتسابقين فقط في الدكاترة في مهندسين صح. في قد المرأة تكون تواجدها حتى في الأمور السكرتارية في الإدارة في المجال الطبي. ففي عوامل كثيرة دور المرأة قوي معنا يعني في الاتحاد الدولي بشكل كبير. يعطيك العافية أستاذ ناصر بن خليفة العطية نائب رئيس الاتحاد الدولي للسيارات والنائب الأول لرئيس الاتحاد الدولي للدراجات النارية. يعطيك العافية. أنا أشكركم وأتمنى التوفيق إن شاء الله لجنة التنظيم ولكل المتسابقين ونتمنى إن شاء الله أيضا نشوف الكويت إن شاء الله في مصاف الدول العالمية في المستقبل. اللهم آمين. يعطيك العافية. شكرا. طبعا مشاهدينا برنامج مسائي مستمر لكن بعد هذا الفاصل. فاصل سريع لا تبعدوا. التراث، الآثار، الثقافة، السياحة والمتاحف تجمعهم علاقة متناغمة وأصحاب أصحاب المتاحف لديهم قناعة تامة بأن لهم دور في تفعيل تلك العلاقة من خلال مجهوداتهم. اليوم يحسب لهم دورهم الإيجابي طبعا من خلال فريقهم اللي تأسس حديثا فريق إكسبو 965 للمعارض التراثية والحرفية. تفاصيل أكثر عن المعرض مع ضيوفنا نرحب فيهم الأستاذ محمد كمال المنسق العام لفريق إكسبو 965. مساك الله بالخير. مساك الله بالخير. يعطيكم العافية على الاستضافة. الله يعافيك. وطبعا أيضا الأستاذ سعدون بن سوارج الرشيدي باحث في التراث الكويتي والخليجي. مساك الله بالخير. الله يمسك بالخير. الله يحفظكم ويبارك فيكم. وأنا أشكر قناة الراي لإتاحة هذه الفرصة وتسليط الضوء على هواة الكويت الشباب المميزين والمبدعين. وهذه مي غريبة على قناة الراي صراحة. يعني قناة الراي دائم سباقة في جميع من جميع قنواتها الإعلامية سواء في تويتر في الإنستغرام في قنوات التلفزيون دائم تسلط الضوء على الهواء والشباب الكويتي المبدع. تستاهلون ويعطيكم العافية. وأيضا مسي على الأستاذ صلاح عباس آل عباس حرفي بتشكيل المعادن. يعطيك العافية ومساك الله بالخير. الله يعافيك ومساك الله بالخير. يا هلا فيك. نشكر قناة الراي على استضافتكم لنا فريق إكسبو 965 مشكورين. طبعا أنا قبل أن نبلش أسئلتنا وحوارنا نتكلم عن الليدية والفخة. والفخة طبعا. هذيل قبل كم يوم اشتغلت فيهم؟ صلهم تقريبا ثلاث أيام تقريبا. ما شاء الله عليك. إيه؟ شو ناقصهم؟ مو ناقصهم شيء. ناقصهم إذا نبي نطليهم ذهب أو فضة أو روديوم فأنا أحطهم على شيء طبيعة النحاس يعني كذي. بس عجيبين. إيه؟ يعطيك العافية يعني بثلاث أيام هالأشياء الجميلة اللي قاعد نشوفها قدامنا. يعني يعطيكم العافية. طبعاً بالبداية نبي نتكلم معك أستاذ محمد عن معرض أو فريق فكرة فريق إكسبو 965. شنو هي الفكرة وشلون جاتكم الفكرة؟ نعم طال عمرك. طبعاً الفكرة تراثية بحتة. وتضم تحت سقف واحد إخواني المبدعين اللي هم احنا كلنا نشكل فريق واحد إيد واحدة مع بعض من خطاطين من رسامين من حرفيين كويتيين. الطرق على النحاس أو التشكيل على النحاس الأرك والأرابيسك ربعنا عندهم الفن جميع فريق متنوع زي من الهواة والمبدعين أيضا من أهل التحف والأنتيك أصحاب المتاحف أيضا لهم دور هواة الطوابع والعملات أيضا لنا لهم دور أيضا الخلطات العطور ما نسيناهم المبدعين الكويتيين اللي يسوون خلطات الرشوش والعطور أيضا من ضمن الفريق؟
نعم ضمن الفريق. فكرة الفريق طبعا نيتنا أن يعني كثير من المبدعين أنا أشوفهم، أنا شارك وايد معارض، لكن أشوف كثير من المبدعين اللي دائما بالبيوت أو بالمحلات خاشين عمرهم وما عندهم الطريقة الإعلامية أو الوصول إلى هذه المعارض، أيضا حتى القنوات الإعلامية ما يقدرون يطلعون بالقنوات الإعلامية. فكرت أني أنشأ لهم هالفريق هذا ويكونون تحت مظلة واحدة، تحت سقف واحد مسمى إكسبو 965، كود الكويت طبعا 965. بغيت اسالك ليش 965 بس؟ فتح الخط الكويت طبعا وكود الكويت الدولي، فهذه اللي حصلناه بحيث انه يكون موقعنا على الانستغرام او وسائل التواصل الاجتماعي والسناب يكون اكسبو 965 للتواصل. ايضا اذا في مبدعين من شبابنا الحين يسمعونا على الهواء، احنا طبعا نرحب بالشباب ذوي المشاريع الصغيره او انه عنده حرفه او عنده موهبه يدش معنا مو قادر يوصل حق وسائل الاعلام، احنا نوصله. ايضا احنا قاعدين القناة العربية ايضا قاعد نوصل ربعنا كل يوم، واحد مسوين جدول يطلع سواء بحرفته او هوايته ويتكلم في تلفزيون الكويت، ايضا مسوين مثل جدول عن طريقي. فالحمد لله يعني الفكرة هذه ان بنوصل الشباب هذول للمعارض، ان بنوصلهم الى وسائل الاعلام بحيث ان هذول مبدعين ومخشوشين وفي منهم ناس يستحون، اضافه الاثنين الحين معك بالاستوديو يعني يستحون وايد، وانا بالقصب يعني جبتهم يمكن اساس. لا الحين راح نتكلم معاهم اكو ما حد يستحي الحين، خاصه اخونا صلاح يعني اول مره يظهر في الـ في الـ في الـ وسائل الاعلام، وما شاء الله عنده دورات عنده تحت ايده ناس، مجموعه من الشباب والاطفال اللي يدربهم على التشكيل على النحاس. اخوي المبدع ابو مطلق يعني فنان في 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 المقتنيات القديمه الكويتيه والخليجيه ايضا التراثيه. فالناس هذه لازم تطلع، لازم تشارك في المعارض، لازم سواء معارض داخلية أو الخارجية الكل يشوفهم ويتمتع في تاريخنا الجميل الأصيل الكويتي اللي يمثل الحضارة والثقافة الكويتية. يعطيك العافية طبعا أستاذ محمد. لكن ننتقل لأستاذ سعدون، مثل هالفرق هذه مثل معرض إكسبو 965 يعني شاركت فيه كونك عضو من الأعضاء. أي نعم. كم عدد الأعضاء؟ متى راح يبلش هالمعرض؟ والله مكانه ساعة كم؟ أنا أول شيء أمسي على المشاهد الكريم من خلف الشاشات أينما كان اللي طالع قناة الراي. شباب الكويت مبدعين ودايم يتحفوننا بالشيء الجميل والجديد. أخوي محمد كمال أبو مالك أبدع في طرح هذه الفكرة للهواة، وفضل الله سبحانه وتعالى وتكاتف جهود الجميع تحققت هذه الفكرة ولمسناها على أرض الواقع، وتم تشكيل الفريق إكسبو 965 للمعارض التراثية. وهذا مو شيء غريب عليهم، يعني شباب الكويت مبدعين دائم وأبطال يقدرون على أشياء أكثر من هذا. سبق أن يعني تكاتفوا قبل تشكيل هذا الفريق وحققوا شيء على أرض الواقع، يعني وأنا أفتخر فيها بكل فخر أنهم حققوا أنهم اجتمعوا تحت مظلة واحدة اللي هي طرحوا فكرة إنشاء أخذ مجمع كامل في العاصمة الكويتية في سوق المباركية، مجمع التراث من حر مالهم، مجمع تكون ثلاثة أدوار سرداب بما فيه صالة المزاد. وهذا مو شيء غريب، كانت فكرة وتحققت على أرض الواقع. الحين فكرة بدرت من أخونا محمد كمال اللي هو إنشاء فريق للمعارضة التراثية إكسبو 965، والحمد لله لمسناها على أرض الواقع وفيها ما يقارب الآن تقريبا 56 عضو والعدد في الزياد، ولدينا طلبات كثيرة. لكن بما أخوي محمد هو المنسق العام لهذا الفريق، نعم، يعني يتم التنسيق معه، وإحنا على الرحب في كل شاب أنه يتقدم إلى هذا الفريق وينضم فيه ويعرفنا على هوايته، وكل صور نفرح ونفتخر أنه يكون معنا أكيد ونتشرف طبعا. اللي بينضم حقنا فريق إكسبو 965 إحنا متواجدين ويكلمنا على طول، وإن شاء الله نشوف شنو هوايته أو حرفته أو تخصصه أو يعني شيء اللي يبدع فيه، وإحنا ندور على الناس اللي طبعا مخشوشة بالبيوت طبعا يسمعوني الحين، الناس اللي تستحي، الناس اللي يعني مو قادرة توصل حق المعارض أو وسائل الإعلام، إحنا نرتب لها كل شيء إن شاء الله. طبعًا هذا بفضل الله سبحانه وتعالى، وأيضًا ما يقصرون معنا سواء قناة الراي والقنوات الأخرى أيضًا. يعني كل اللي على اللي يتابعونه عندهم حرفة، عندهم هواية، عندهم اهتمام بالتراث، نعم، والآثار والمتاحف وأي شيء يخص الأشياء يعني المهمة في تراثنا الكويتي أو
مو فقط الكويتي، اي اهتمام لهم خاص يشاركون معرض اكسبو 9/6/5 وما راح تقصرون معاهم. لان طال عمرك انت تعرفه الكويت مقبله على معارض كثيره، واجهه بلد هي المتاحف والمعارض هذه كلها تبين لك شنو احنا عندنا من تاريخ، شنو عندنا احنا من اصول، شنو عندنا من موروث كويتي جميل. فلما نشارك الاخوان هذول يشاركون معارض، مثلا نادونا وزاره التجاره نجيب اغراض اللي تخص التجاره، وربعنا ايضا من فنانين من الحرفيين من مبدعين من اهل التيك ويشاركون بالمعرض. نادتنا اي مؤسسة بالكويت طبعا أو أي جهة حكومية أو أيضا خاصة أيضا احنا نشارك ونقطي لهم الفعالية كلها بعمل تطوعي بالكامل. ما شاء الله عليكم. عمل تطوع بالكامل خدمة للديرة ومحبين الكويت وأهل الكويت. طبعا يعني عمل جبار، يعطيكم العافية، وقاعد أحس فيك شيء طاقة شغف حب العطاء، حب بدون مقابل، حاب يعني تسلط الضوء على كل شخص عنده موهبة وهو قاعد ببيته. لكن استاذ صلاح منحرج ولا الحين تمام الأمور؟ تمام الأمور خلاص يعني. إن شاء الله. قاعد نشوف قدامنا أشياء يعني مميزة. تكلمنا عن شنو اللي قدامنا، شنو دورك بالفريق؟ أعمال تشكيل على النحاس. نعم. وهي حرفتي أنا وشغلي إن أشكل على النحاس من طرق ونقش وضغط. انضميت حق الفريق بجهود أخونا أبو مالك سعد محمد كمال، وهو اللي ما قصر ويشكر على هالشيء هذا، إنه يعني يجمع ناس موهوبين فنانين حرفيين. فعلا أنا واحد من الناس كنت يعني أشتغل في البيت وما ما لي شغل إني أروح معارض أروح مني هناك، بس مو مهتم بهالموضوع، مو مهتم، وفنان مبدع ويسوي لوح أسوي كان طول عمره اللي ببالي وأنا مدرس في وزارة التربية، يعني حتى مدرب إني أدرب طلابي في أعمال من أعمال طلابي. طلابي يعني بعمر 15-16 سنة قاعد أدربهم على هالحرفة هذه. أدربهم على الحرفة هذه، وغير إني الحين منضم إلى معهد أدرب ناس يعني على مستوى الجامعة. إبداع، أنا أعتبر إبداع على خامة النحاس، إني أشكل يعني خامة نحاس معدن أشكل منه كل هالأشكال هذه. وصعب، بس ما يصعب على الواحد اللي حاب إنه يسوي شيء، عنده هواية وخلاص عنده طاقة. وأستاذ حضرتك قاعد تعطي دورات. إيه نعم. لكنك يعني من خلال هالفريق شنو لامس، شنو الإضافة واللي جات يعني على الأستاذ يعني صلاح عباس عقب انضمامك للفريق؟ عقب يعني كافي إن الفريق هو من تقريبا 56 عضو. نعم. أعرفه من أستاذ صلاح. صحيح. يعني غير إن المعارض، المقابلات، قنوات المقابلات، يعني هذا شرف لي. يعطيك العافية. إحنا راح نتكلم طبعا عن الأشياء اللي قدامنا، نشوف شلون يعني المدة الزمنية إيش كثر ياخذ منك مجهود أثناء الدورة، شنو الأشياء الأولية. لكن نتكلم عن المعرض، عن معرض وفريق إكسبو 965. هل الفريق احنا نشكل الفريق ترى ما صار لنا 15 يوم، 15 يوم فقط وشاركنا، بس 15 يوم ما شاء الله عليكم، 15 يوم نقدر 56 نجمع هالعدد هذا. يعني نعم، وقاعد ندور النقوه ونتصل ندور وين فلان. شلون تتصلون؟ دشوا على انستغرام ولا دشوا؟ انا ادور ناس، يعني ادور ربعنا نقوه، يعني ادور الناس اللي مو قادره توصل، الناس اللي هي المبدعين ومو قادر يطلع على وسائل الإعلام، يبي يشارك بمعارض مو قادر. كثير من الناس يبي يشارك وده يشارك بمعارض مو قادر. المعارض ترى اختيار ناس معينة تصير مرات من الجهات الرسمية، أو إن قصدك مو جهات بشكل عشوائي، لا هم قاعد يبرزون نفسهم. صح. مثل الأستاذ صلاح ينحرج قال أنا ما أقدر أشارك ولا مفكر، يمكن هم لا حاطين هدف قدامهم، لا إحنا نبي ننتشر نبي نوصل. الحين إن شاء الله بعد المقابلات اللي مسويها حق الشباب وطلع وياهم، كثير من الناس قاعد يعرفونهم، يعرف فلان ويعرف فلان، هذا يعطي قوة، يعطي قوة مثلا حق صلاح بمطلق إنه يشد بحيله أكثر. ترى أنا قايل حق صلاح يسوي فكرة الفخة مثلا والنيدية تكرمين، إنزين يسوي وسواها، يعني من قلت له مثلا تيام على طول ما كلمني، أنا تفاجأت أول الحين بالاستديو جايبهم، فهذا إبداع أيضا. هذا لما تنطلي علي. لما تنطلي هالقطعة وتتركب لها مثلا كتكون حق التلفون أو تكون حق ميدالية، يقدر أيضا أي شخص يشتريها مثلا. فيعني فن إبداع أيضا. اللوح الموجودة بالأسفل أيضا
من شغله الطرق على النحاس او تشكيل على النحاس من القطع هذه. شوف الفن الاسلامي ايضا النقوش ما هي عاديه، صح، نقوش اسلاميه، نقوشات اسلاميه، وهذه كلها شغل يدوي، يعني كلها المناشير اليدويه مو مكاين، كلها شغل يدوي. وفي شغلات يعني مثل الشغله هذه يعني تقريبا اكثر من 3 شهور خذت معنا. اي واحده منهم؟ هذه اوكي الكف. نعم نعم هاي تقريبا هذا نكش الحنة، خذيت النكش يعني بلاستيك اللي وصورت عليه وكبرته ونشرت نشر صلاح ترفع لنا اللوحة اللي قلت لي فازت في جائزة ممكن؟ هذه لوحة فازت في معرض من المعارض بالجائزة الأولى، مكتوب فيها يا ودود بن الجنبين، تحطها كذي ترفعها يكون المصور يزوم لنا على هالقطعة. هذه اضهات هي طلعت على الشاشة من غير ما تبدأ. هذه طرق على المعادن. نعم هذا يصير طرق على المعادن. هو أي معدن هذا؟ هذا على الألمنيوم. نعم هذا على الألمنيوم السميك، وشغله كله طرق من ظهر اللوحة أساس يبرز قدام ويتأكسد ويطلع بالشكل. ما شاء الله عليك فنان ويعطيك العافية. احنا مكملين معاكم وراح نسأل طبعا الأستاذ سعدون بعد الفاصل عن أهمية الموروث والتراث. نعم. فاصل مشاهدينا، عقبها راح نستكمل الحوار مع ضيوفنا. طبعاً تكلمنا أستاذ من شوي سعدون عن أهمية الموروث والتراث، حاب تقول شيء وعندنا والله إحنا ودنا شيء من الآثار القديمة اللي اندثرت، ودنا نتحف المشاهد الكريم في القطع اللي تم تداولها في البيت الكويتي، يعني مثل الغوري هذا يسمونه المجنة لأن كانت مهنة في الماضي، كانت في الكويت مهنة المجني. شنو هي المجني؟ شرحها حق شخص تابعنا الحين. المجني هي مهنة كانوا يلحمون جميع الزجاجيات من الغواري والصحون والاستكانات، كان الدخل عندهم بسيط أول، فكان بدل ما يروح يشتري له قطعة بدل اللي انكسرت يروح يلحمها، ممكن يلحمها 10 مرات ما وصل قيمة القطعة اللي اشتراها. فهذه المجنة هي تثبيت الزجاج في هذا المعدن، يعتبر لحام وخلاص يثبت، ولا يخر ولا شيء، خلاص يلحم ويستخدم مره ثانيه ويستخدمونه في البيت شيء عادي. يعني هذا اللي مهنة المجنة في الماضي، فكانت هذه قبل البترول طبعا مهنه، ولا زالت يعني حتى في يعني بعد البترول في فتره قليله يعني كانوا في سكر مباركيه بسطون وتجيب لهم، فكان جدا مبلغ زهيد يعني لما تجي يعني اذا انكسر الغوري ولا الجلاس ولا الصحن ولا واتفر الشيء راح ينكسر يروحون للمجنة ويصلح لهم بالضبط نفس ما نشوف الحين بهالغوري هذا. نعم غيره من اول ما يقطون شيء. إيه نعم. فالمبخر الكويتي يعني الكل كان يعني كان في البيت الكويتي كل كان يعرف هالمبخر هذا ابو مناظر مدوره. نعم. المراشي الكويتيه، المكاحل الكويتيه اللي تم تداولها في البيت الكويتي، نحاسي طبعا كلها نحاس. وشوفي جوده القطعه يعني كانت يعني جدا مميزه، وكانوا يتميزون اهل الكويت في اقتنائهم لهذه القطع. يعني معروف هذا المبخر ومعروف هذا المرش إنه كان يتداول في البيت الكويتي. المبخر الثاني أبو 3 وردات هذا تم كان على أي واحد منهم أبو 3 وردات؟ هذا المبخر العود كان على فئة الإصدار الخامس. حلاته هذا ينعم. فئة الإصدار الخامس العملة الكويتية، فئة الإصدار الخامس اللي فئة 10 دنانير هذا المبخر، وهذا معروف يعني. والحين ما قاعد نشوف هالمبخر ليش؟ انتهى يعني، هذا كان يعني وكله نحاس وجوده. بنظرك ليش الحين ما قاعد يستعملونه رغم شكله حلو؟ الحين الناس تدور على الاشياء الجميله والحلوه. هي القطع الانتيك. شنو هي قطع الانتيك؟ عباره عن قطع استهلاكيه كانت تستهلك في الماضي. نعم. انقطعت عن السوق، مر عليها فتره من الزمن بقت قطع انتيك، جت قطع استهلاكيه حديثه متوفره الحين في السوق، هذه انقطعت عن الاسواق وصارت بقت انتيك وبقت قطع تراثيه. قاموا يجمعون
يتابعونها الهواة ويبحثون عنها في جميع المزادات. احنا نحضر مزادات في الخليج، وفي عندنا مزاد في الكويت هنا، مزاد انتيك وقطع تراثيه، من خلالها نقدر نجمع احنا القطع اللي التراثيه الكويتيه. وكثير من الشباب عندهم متاحف خاصه ببيوتهم يقتنون فيها جميع القطع التراثيه، فهي تحصلها بصعوبة وفيها مبالغ كبيرة. المتاحف الخاصة قصدك؟ إيه المتاحف الخاصة. نعم. طبعا الشباب عنده متاحف خاصة، اللي عنده زاوية في بيته، اللي عنده رف في بيته، اللي عنده أشياء. متحف كامل ما شاء الله منعم الله عليه، لكن يدفع والله ما شاء الله يدفع من حرماله. طبعا القطع التراثية مرات يكون الهاوي يعني يدوب دخله بسيط، فلما يكون هاوي خلاص يدش بالهواية ما يفكر في الميزانية مالته ولا ميزانية الشهر هذا راح تكفي، خلاص من يشوف القطعة إنها نادر راح يروح يقتنيها على طول، ما يفكر شنو التكلفة اللي بتيجي، التكلفة اللي ولا الأعباء المالية راح تكون بعد ما يشتري القطعة هذه عليه. لا يعني يدفعون مساكين ويبذلون جهد حتى في البحث، حتى في بحث في البحث عن القطعة يبذلون جهد. نعم طبعا استاذ، عندك مفاجآت او ان محضرين مفاجآت جديده حق كل شخص يعني تابعنا، شنو المفاجآت اللي موجوده عندك لاصحاب الاعلاميه؟ نعم. واطلع مع الربع شوي نثري الموضوع ونطلع شوي على المود. طبعا اخواني كلهم فيهم خير وبركه، كل واحد داش معنا بالفريق له تخصص، ايضا باكر اذا شاركنا بالمعارض يشرح للناس شنو المواد اللي عنده وشنو المقتنيات اللي عندها او شنو الحرف اللي هو قاعد يسويها ويخدم فيها الناس. طبعا دائما نطلع في المقابلات او نطلع في التلفزيون ونشارك في العديد من النوادر اللي نجيبها في المعارض. مثال على ذلك اذا شاركنا في معرض نجيب مقتنيات الاسره الحاكمه او تواقيع الشيوخ او بعض النوادر من القطاع. عندنا اليوم جواز الأصلي لأم كرثوم، هذا حصلت عليه أخيرا، جواز كوكب الشرق أم كرثوم إبراهيم، يسمونها سومة طبعا، صادر سنة 1953 من الحكومة الملكية المصرية، طبعا تاريخ الميلاد 1908 أم كرثوم، طولها 1.60 متر، شعر اللون أسود، العنوان 5 شارع أبو الفداء الزمالك، ومسافرة فيز عندها أمريكا وفرنسا ولبنان. من القطع النادرة جدا اللي لأم كرثوم هذه، طبعا لابسه ايضا النيشان الكمال. نعم. هدايا الملك فاروق، من القطع النادره جدا جدا والاصليه. قاعد يعرض الحين على الشاشه بس ذكرته، اتوقع شافوه المشاهدين. صحيح. عندنا ايضا له ما نخلي شيء، طبعا عندنا ايضا الجواز الاصلي لعمر الشريف، ايضا ميشيل يوسف شلهوب اسمه الاصلي اللي يمكن ما حد يعرف، ميشيل يوسف شلهوب، صادر سنة 1959 من مواليد 1932، الطول 1.78 متر، لون الشعر والعين أسود، فيها فيز لبنان والأردن وإسبانيا وبريطانيا والمغرب. أيضا من نوادر القطع والجوازات، إنزين النوادر اللي أنا أهتم فيها من جوازات المشاهير أو حكام الخليج والكويت. ما شاء الله عليكم مجهود جبار، يعطيكم العافية. وكان ودنا نتكلم أكثر عن التحف الموجود قدامنا، عن اهتمامكم بهالهوايات اللي يعني المميزة اللي بالها يعني صرف ومجهود. نعم. طبعاً يعني. إحنا أهم شيء إحنا جايين اليوم ولا الشباب حلقات ومسلسلات نقدر نسوي ولا يخلصون. صح. برامج معينة ما شاء الله. يعني توعدونا تشوفون مرة ثانية. ودنا نوريكم بعض أعضاء الفريق، زين ما شاء الله يعني تراث وهم الخير والبركة، لكن الوقت ما يسعف في بعض. فعلا وصلنا لختام الفقرة مع الأسف، كان ودنا يعني نتعرف على العملات اللي ذكرتها، لكن نتمنى بالحلقة الأخرى بالمستقبل. لأن معانا ألبوم مميز صراحة، ودنا يشوفونه يعني يحتوي على الكوينز الكويتي. نعم. يعني ليت لو أوري المشاهد بس يشوفه على السريع على عجالة إذا في مجال. مع الأسف ما في تايم. إن شاء الله نوعدهم في حلقة قادمة إن شاء الله. كل الشكر لكم ضيوفنا الكرام، عتوشكم معانا، وأنا كل شغف عقب الفاصل الحين قاعد أشوف العملة اللي موجودة ونصورها أيضا اللي حابين يتابعون. وحياهم الله اللي بيشارك معنا، بيدش الفريق إكسبو 965 للمعارض التراثية والحرفية، وإحنا مستعدين نغطي أي معرض لهم بعمل تطوعي. شلون يتم المشاركة باختصار؟ بالكامل. عمل تطوعي إكسبو 965. يعطيك العافية أستاذ محمد كمال، المنسق العام لفريق إكسبو 965، وأيضا الأستاذ سعدون بن سراج الرشيدي باحث في التراث الكويتي والخليجي. الله يحييك. والأستاذ صلاح عباس العباس حرفي تشكيل معادن، يعطيكم العافية. الله يعافيكم. نشكر الرائع على الاستضافة. يا هلا فيكم. شاكرين لكم الاستضافة. يا هلا فيكم. شي وصلنا مشاهدينا لختام فقرتنا، وأنا بدوري أيضا وصلت لي ختام، لكن البرنامج مسائي مستمر بعد الفاصل مع الأستاذة والمحامية نيفين معرفي. نتابع طيبة نتمناها لكم، وأنا بدوري أقول لكم تصبحون على خير. نطلع فاصل، بعد الفاصل تتابع الفقرة مع الأستاذة نيفين معرفي.
أعزائي المشاهدين، أهلا بكم في برنامجكم المفضل برنامج مسائي، وفقرتنا القانونية من هذا البرنامج محكمة الأزواج. أنا أشكركم بداية على متابعتكم لهذا البرنامج بكل فقراته والفقرة القانونية. جتني اتصالات كثيرة ومواضيع كثيرة حبوا الناس إن احنا نتكلم فيها، وأنا أفتخر في كل متابعينا لهذه البرامج أو الفقرات اللي قاعدين نطرحها واللي تفيد المجتمع عامة. كثير من الأزواج والزوجات اتصلوا علي وشرحوا لي بعض المشاكل اللي تحصل بينهم، وإحنا نسميها المشاكل العاطفية في أغلب الأحوال، وأحياناً ضعف الزوج أو ضعف الزوجة للطرف الآخر وإعطائهم حق معين يكون مكتسب لأحد الأطراف وقد لا يكون حق مكتسب. من هذه الأمثلة اليوم نتكلم في حلقتنا هذه عن الهبة. الكثير كان يسأل ويقول ليفين تكلمي عن الهبة، إحنا يعني تورطنا في أثناء حياتنا الزوجية وحبنا حق الطرف الثاني خلانا نهب جزء من عقارنا أو خلانا نهب جزء من حلالنا سواء نقدا أو شيء يكون عقار أو ممكن منقول مثل السيارات أو أيا ما كان، هدية أو هبة. إحنا راح نتكلم اليوم عن موضوع جدا هام وموجودة على طاولة المحاكم وأيضا على طاولة المحامين، ونحضر في هذه القضايا بكثرة بين الأزواج بالذات. شنو هو موضوع الهبة؟ الهبة هو عبارة عن مال معين يتم نقل ملكيته في الحال بلا عوض لشخص قريب لهذا الشخص الموهوب إليه. يعني أنا اليوم عندي شخص واهب وعندي موهوب إليه. أنا راح أتكلم ببساطة علشان الكل يفقه اللي أنا قاعدة أقوله. مثال ذلك أحد الأزواج يعني يقول أنا بعد ما عطيت زوجتي وبعد ما حاولت إن هي تستدرجني وتكسب عاطفتي وأنا كنت أحبها وايد، من حبي لها عمياني رحت عطيتها النص حلالي كان عبارة عن بيت وكتبته باسمها هبة. أصبح هذا الزوج هو الواهب وأصبحت الزوجة هي الموهوب إليها. وبعد 10 سنين صار في خلافات بيني وبينها وصلت للمحاكم. تفاجأت من تصرف هذا الزوج، إحنا نسميه بالقانون المدني الهوى الجامح، الحب والعاطفة وخوفها من أنه تتركه بعد هذا العمر عطاها نص البيت. إلى جانب ذلك قد تكون الزوجة بسذاجتها عطت أيضا بيتها وحلالها نصها للزوج. في كلتا الحالتين المشرع تكلم وأعطى الحق للواهب باسترجاع الهبة. الأصل بالقانون أنه لا يجوز استرجاع الهبة، ولكن هناك استثناءات المشرع الكويتي في القانون المدني تكلم عنها وقال يجوز الرجوع بالهبة بالنسبة للأبوين وأيضا حالات ثانية، وتكلم عن الأزواج. خلونا نشوف الآن القانون المدني إيش قال في نصوصه. المرسوم بالقانون رقم 67 لسنة 1980 قال إن الهبة هي عبارة عن عقد على تمليك مال في الحال بغير عوض، وتكلم عن أركان الهبة ما راح أتطرق لها لأن أركان كلام قانوني بحت قد لا يفقهها الكثير، وأنا أحب دائما أتكلم ببساطة في القضايا أو في أي موضوع أحب أطرحها. تكلم المشرع وقال هناك حالات بعد ما تصير خلافات بين الأزواج، الزوجة قد تتمرد أو الزوج يتمرد على الزوجة بعد ما يحصل على الشيء اللي بغاه. يعني أحيانا العلاقة الزوجية مو شرط تكون دائما عاطفة وحب ومعزة وتقدير ومثل ما احنا نقول عشرة، قد أحيانا تكون هناك مصالح معينة. مجرد ما أحد الأزواج يصل لي مآلة أو منالة يوقف لمرحلة يقول أنا الحين أبي أنفصل خلاص أنا خذيت اللي أنا أبي،
من هذه الحالات تكلم المشرع وحمى الواهب حينما شعر أن هذا الواهب قد تم الغدر فيه. قال المشرع الرجوع في الهبة، احنا قلنا الأصل لا يجوز الرجوع في الهبة، ولكن إذا كان هناك عذرا مقبولا للرجوع في الهبة، وهذا نص المادة 538، قال في الفقرة رقم ألف أن يخل الموهوب له بما يجب عليه نحو الواهب إخلالا يعتبر جحودا كبيرا من جانبه. الفقرة هذه تكلمت وقالت، وإحنا نطبقها دائما في المحاكم، يأتي الزوج الفقير المسيكين وعندنا حالة من هذه الأنواع، قيمة البيت 1,000,000 دينار، قام عطى نص البيت هبة لزوجته، يعني 500,000 دينار، احنا نتكلم عن سعره في وقت الهبة الآن. النص 1,000,000 هذه خذتها الزوجة، امتلكتها بموجب عقد هبة أمام كاتب العدل، عقد موثق ورسمي من الحكومة، وتختمت هذه الأوراق وأصبح بالتسجيل العقاري للزوجة حق ملكية هذه الهبة أو هذا المال. فيجوز هنا للزوج استنادا لنص المادة 538 أن يثبت في المحكمة بكل مستنداته وأوراقه أن الزوجة جحدت به. من أمثلة الجحود طلبها للطلاق بدون مبرر واضح، وقضية كسبناها الحمد لله بالمحكمة. الزوجة بدون سبب طلبت الطلاق وراحت المحكمة وطلعت أوراقها وقالت إن هذا الزوج ما أبي، أنا كارهته أيا ما كان، فحصلت على طلاقها. وبعدها خذينا هذه الأوراق والمستندات ورحنا المحكمة، رفعنا دعوى يسمونها الرجوع في الهبة، كون إن هذه الزوجة جحدت ما قام به هذا الزوج من إعطاها هدية أو هبة إحنا نسميها، اللي هي العقار أو نصفه. يا المشرع قال أيضا في الفقرة ب أن يصبح الواهب عاجزا على عن أن يوفر لنفسه أسباب المعيشة بما يتفق مع مكانته الاجتماعية، أو أن يصبح غير قادر على الوفاء بما يفرضه عليه القانون من النفقة على الغير. هذا مثال ثاني أيضا، صار عاجز، الزوجة أخذت عليه نفقات تفوق 600-700 دينار، وهو إنسان متقاعد لا يملك إلا هذا البيت، فأثبتنا للمحكمة في البند رقم ألف والبند رقم ب جحودها، وأيضا أصبح عاجز على سداد هذه النفقات لهذه الزوجة لأنه صار عليه فوق 17,000 دينار، وراتبه التقاعدي ما يكفي لأن عنده والدته ينفق عليها، وعنده والده أيضا ينفق عليه، وعنده أيضا علاج هو لنفسه. فبالتالي المشرع فتح له باب باسترجاع الهبة لأن حصلت عليه الزوجة بشكل أنا أسميه غير مشروع، ولكن حتى لو كان بشكل قانوني ومشروع، ولكن النية مالتها كانت غير مشروعة، بالتالي يحق لها الرجوع في هذه الهبة. الفقرة جيم من القانون نفسه تكلم أيضا وقال أن يرزق الواهب اللي هو الزوج بعد الهبة. طبعا مثالنا احنا اليوم الزوج، يعني في أمثلة ثانية ولكني أنا قاعدة أتطرق بين الزوج والزوجة، أن يرزق الواهب بعد الهبة ولدا يظل حيا إلى وقت الرجوع. هذه كلها يعني أمثلة احنا نعطيها للمشاهدين، وهذه كانت يعني بعض أو جزء من هذه الأمثلة تدل على أن يجوز الرجوع في الهبة. فلا تقلقون، أنا أفضل دائما يعني التروي في إعطاء الهبة قبل أن يعني يطيح الفاس بالرأس مثل ما إحنا نقول. التروي هذا حلالك أو هذا حلالك، ليش تيين تعطينا وليش أنت تعطيه للطرف الثاني بدون سبب؟ قد تتغير الأحوال، وتكلم المشرع قال اليوم ممكن أنت توصل لمرحلة الفقر، ما عندك قوت يومك، قد توصل لمرحلة المرض لا قدر الله، بالتالي أنت منين تصرف؟ قد تأتي هذه الزوجة وترفع عليك نفقة أيضا. في طبعا أمثلة ثانية الأم الأب حينما يهبون أبنائهم أيضا العقار نصه هم يجوز لهم، والمشرع تكلم في هذا الأمر. حالات كثيرة شفناها مؤلمة في المحاكم تخلي الواحد يبكي بالفعل. الزوج هذا أنا شفته
يعني في منظر فعلا مؤلم بعد ما كان ثري، بعد ما كان يملك كل شيء حطه باسمها ووزعه لها ولعيالها منها. بالتالي بعد كل هذا هي خلتها منتف وخلتها يروح المحاكم من قاعة لقاعة يدابش في قضاياه بعد ما ملكها كل شيء من حبه وحنانه وعطفه لها، وأيضا قلبه الضعيف آنذاك أن هي استدرجته وسحبت منه العاطفة كاملة وحطتها مثل خاتم بيدها احنا نقول بالكويتي. هناك أيضا الزوجة أحيانا للأسف يعني الزوج نتقبله أنه يعطي الزوجة هبة، وهذا أمر يعني معتاد في المجتمع طبيعي، لكن تي الزوجة تعطي حلالها هبة بدون وجه حق لهذا الزوج، قد يكون طمعان فيك. يعني في ريايل وايد زينين وفي في المقابل ناس سيئة، مثل النساء أيضا في حريم زينين وفي حريم مو زينين. هذه الزوجة في هذا المثال يت وعطت نص حلالها اللي ورثته من زوجها الأولي لزوجها الثاني، وبعد ما أخذ الحلال تزوج عليها مرة ثانية ويسكن المرة في نفس البيت ورفع دعوة ندب خبير وقسم البيت، قسم البيت وياب مرته الثانية بفلوس المرة الأولى. يعني أعتقد أن هذه يمكن تكون بعد حوبة الأيتام اللي هي أخذت حلال الري الأولي اللي توفى وعطت واحد ما ينتمي لهؤلاء الأبناء الأيتام حقهم وحلالهم لشخص غريب عليهم، وعليها أيضا تزوجته وهذا عقد طلاق، يعني عقد زواج. عقد الزواج هو عبارة عن عقد ممكن في أي لحظة يلغي ينتهي يتم فسخه أو يتم الطلاق، فبالتالي تنتهي الحياة الزوجية بين الطرفين. ماكو شيء مضمون أيتها المرأة، ماكو شيء مضمون. أنت مفروك أنت تديرين بالك على حلالك وعلى حلال عيالك الأيتام. أنا أتكلم من واقع قضايا شفناها وعشناها وقضايا موجودة عندنا قاعدين نشتغل فيها ولكنها مؤلمة. أنت عشان توصلين المحكمة يبيلش 3 سنين 4 سنين على ما تأخذين حكم. فالأربع سنين أنت شوفي أبنائك تشردوا، أو أنت أيها الزوج شوف نفسك شون تشردت عيالك تشردوا. أنا أعتقد حلوة الهدية من الزوج، بالذات الزوج. يعني الزوجة موضوع مختلف أنا أشوفه، ولكن الزوج حلوة الهدية منه، يعني يعلي شانه وشان الأسرة، وأيضا في يعني ترابط يصير بين الزوجة والزوج لما الزوجة تشوف زوجها يهديها لو خاتم ب10 دنانير، يعني تعتبر هدية. لكن أعطيها حلالي بيتي اللي ما عندي غيره نصه علشان الحب. الإنسان يفكر بعقل ومنطق. أنا يعني أيها الأزواج أنا دايما أقول ترووا قبل لا تهدون أو تعطون هبة، خصوصا في بيت وحلال ترووا. وأتمنى أن الكل يتعظ من القضايا اللي قاعدين نحضرها بالمحاكم، وأيضا ما تحطون روحكم في مشاكل الزواج. مثل ما ممكن يكون ناجح ممكن يكون فاشل، دايما الإنسان يكون إيجابي، ولكن في أمور هذه تصير، وإلا كان المشرع ما تكلم على هذه الأمور. إلا أن لأن هذه أمور موجودة وخلافات موجودة، مو معناتها أنا تزوجت خلاص أنا أعطيها كل حلالي وأقعد على طرق الدشداشة، أو أنتي المرأة على طرق دراعتش تقعدين وتقومين تعطينا نص حلالك ولا حلال أنتي ورثتي من شخص آخر. قميضة على البيزات إنها تروح، وقميضة أيضا توصلون للمحكمة وتتألمون بهذه القضايا. وأشكركم على متابعتكم لنا في فقرتنا محكمة الأزواج.